الأسماء الموصولة في اللغة العربية هي أدوات رائعة تربط بين الجمل وتضيف عمقا للمعنى. لنأخذ مثالا الذي، فهو يستخدم للمفرد المذكر مثل الطالب الذي نجح في الامتحان. ثم لدينا التي للمؤنث كما في الطالبة التي درست بجد. عندما نتحدث عن المثنى نستخدم اللذان واللذين، اللذان في حالة الرفع واللذين في حالة النصب والجر. الولدان اللذان ذهبا إلى المدرسة، والولدين الولدين اللذين اللذين جاء جاءا بالأمس. بالأمس. بالنسبة للجمع فلدينا الذين لجمع المذكر العاقل مثل الطلاب الذين اجتهدوا في الدراسة، واللواتي لجمع المؤنث كما الفتيات اللواتي حضرن للمدرسة. ولا ننسى ما لتان، وهذه تعطينا تساعدنا على ربط الأفكار بطريقة سلسة. جملة الصلة التي تأتي مع الاسم الموصول تكمل المعنى وتوضح الفكرة. باختصار، الأسماء الموصولة هي جسر يربط بين الأفكار، مما يجعل اللغة العربية غنية.